السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ السكشن البسيط ده اللي هو الجزئية دي، وليكن السكشن ده هنسميه مثلا أي اسم، وليكن هنسميه أنا عامل هنا الشكل بتاعي، وليكن مثلا أي حاجة برودكت كونتاكت أيا كان. طيب هنشوف السكشن ده عبارة عن إيه. السكشن ده معمول بال الكلاس اللي هي الفونت وسم. انا نزلت الفونت وسم وعملت لها انكلود في المكتبه، لو حد مش عارف ينزلها في فيديو في التمبلت اللي فات اللي هو باستخدام HTML5 والCSS3 والجكويري، انا شارح المكتبه في فيديو لوحده، فلو حد عايز يشوفه عشان يفهم المكتبه. طيب واحده واحده، اول حاجه احنا هنعملها بالجريد سيستم، هما يعتبروا ثلاث حاجات، ف 12 على 3 فيها الاربعه، كل جزئيه واخده اربعه. تمام جدا. هنيجي نعمل السكشن هنا اهو، وليكن هسميه كلاس مثلا تشوز مثلا تشوز. تمام، منساش الديف بالكلاس كونتينر. طيب الديف ده فيه ايه؟ قلنا هيكون فيه ثلاث ديفات. اول حاجه ديف، وليكن هسميه كل ال جي 4، هنظبطه بعد كده، هاخد ده كوبي كده. تمام، اول ديف اللي فيه 4 ده فيه حاجتين، في الفونت وسم بتاعتي وفي الديف الخاص بالهيدنج والباراجراف. طيب تمام، طيب تمام، الفونت وسم اسمها صراحة مش فاكر اسمها، فنجيب أي اسم مفيش مشكلة خالص. أنت هتخش على فونت وسم ونجيب اسمها عشان بس ما نضيعش وقت الفيديو. اف اف داش مثلا، وليكن هنسميه أي اسم، رود مثلا مفيش مشكلة. ده أول جزئية. ثم الجزئية التانية هعمل ديف كلاس مثلا، وليكن هنسميه هيد مثلا، أو جزئية مثلا بارت، سميه مثلا بارت. في ايه؟ في ال H2 ثم الباراجراف، H2 ثم الباراجراف. طيب ال H2 في ايه؟ وليكن هنعمل مثلا about us ثم for about us، ونجيب مثلا كلمة الفار for away دي ونحطها في الباراجراف، ونشوف الشكل بتاعي. هكرر دول ثلاث مرات، احطهم جوه كل ديف كوبي. تمام، وهنا كمان، واشوف الشكل بتاعي، هاجي اعمل ريفرش. تمام جدا جدا. طبعا الكونتينر شكلها مكتوبة غلط، كونتينر. تمام كونتينر، واشوف الشكل بتاعي. تمام جدا جدا. عايز طبعا ده يجي على الشمال وده جنبيه، فبسيطة هقول له الاي. هاجي الاول بقى احدد انا عايز، ادي اهو السكشن اللي اسمه تشوز. طبعا عملت الكلير فيكس مش لازم دي خالص. تمام، هاجي اقول له السكشن اللي اسمه، اللي انا مسميه دوت، احنا كنا مسمينه اسم تشوز. تمام، اي اسم انت عايزه. انا عايز الاي، وليكن اول حاجه اقول له الويتس بس 100%، والهاي اوتو برضو، وبادنج وليكن من التوب 70 بيكسل وبوتوم 70 زيرو، مش عايز من الشمال. واقول له الباك جراوند اللي هي الدي دي دي، وهاجي اشوف الشكل بتاعي هنا، فعلا الباك جراوند عباره عن اللون الرصاصي. ريفرش. تمام جدا، ممكن نقللها شويه اللي هي البي بي بي، واقول له برده 90 من فوق ومن تحت مفيش مشكله. ريفرش. لا مش عايز بادنج، انا عايز مارجن، انا اسف. هنخلي دي مثلا وليكن، سيبها 9 9 9، انا عايز المارجن 80. كويس، شوف كده الفكرة بتاعتي. تمام، وبرضو عايز بادنج نفس الفكرة في البادنج بس اقل شوية، وليكن 50 من فوق ومن تحت. فريش. تمام، اللون ده هنخليه دي دي. كويس. طيب حلو،
انا عايز اقول الاي فلوت ليفت عشان يجي الباراجراف جنبيها برضو فلوت ليفت. انا عايز الاي اقول له فلوت ليفت، نفس الكلام برضو الباراجراف. انا عايز الديف اللي انا مسميه، قصدي الديف دوت انا مسميه بارت. تمام، واجي اعمل ريفرش كده فجم جنب بعض بالظبط، ده اللي انا عايزه. عايز بقى احدد، طبعا هو في عشان كده في باراجراف، فانا اقول له هات الباراجراف اللي جوه الكلاس اللي اسمه بارت، مش عايز له مارجن عشان يجوا جنب بعض بالظبط في نفس السوا. مارجن زيرو اهو، تمام جدا. هو انا كاتب اتش 2 باراجراف، يبقى نفس الكلام هات لي برضو الاتش 2 الاتش 2. تمام، ريفرش. تمام جدا جدا اهو، فالاتش 2 والبي مش عايز مارجن. ممكن احنا كنا نعمل الجزئيه دي للبادي او اول، تيجي تقول كده هنا عايز الاول والاول افتر والاول بيفور، مش عايز لا مارجن ولا بادنج. بيفور مش عايز لا مارجن زيرو وبادنج زيرو وبس. وهاج كده اعمل ريفرش، مفيش حاجه هتاثر لو شلت دول، برضو شلت الجزئيه دي خلاص. هو كده برضو مارجن وبادنج مفيش خالص. تمام، بس انا عشان طبعا محدد بقى مارجن وبادنج مفيش مشكله، ممكن ارجعها مفيش مشكله. ثم هنمسك ال هنا كده نشوف، هنبعد الاي. اول حاجه هنجيب الاي دي سيكشن الاي، اقول له انا عايز مارجن رايت وليكن 2%، وهاجي اعمل ريفرش كده تمام شويه 5%، وهاجي اعمل ريفرش. تمام، هاجي بقى امسك اقول له البوزيشن بتاعك ريليتيف، واحركه من التوب وليكن 20 بكسل عشان يبقى في النص بالظبط. تمام كده، هنكبر بقى الاباوت اس. اول حاجه همسك الاول الاتش 2، انت الكالر بتاعك اللون اللي هو الشهير بتاعنا اللي اسمه، هجيبه من فوق اهو اللون ده. تمام، والفونت بتاعه قليل شويه، الفونت سايز، الفونت سايز 2 EM، والفونت ويت بولد، فونت ويت بولد. واشوف الشكل ريفرش. تمام جدا جدا، في اباوت اس وفي وات وي دو وفي واي وي تشوز اس. اباوت اس واي وي دو او وات وي دو وأباوت أوي واي بتشوز أس. وهنيجي نعمل كل ال H2 ده التكست ترانسفورم بتاعه أبر كيس، وهاجي أشوف الشكل ريفرش. تمام جدا جدا، هاجي وليكن هزود الباراجراف شوية، وطبعا الفونت سايز ده خليه 1.5 EM كويس، 1.5 EM. تمام، هاجي للباراجراف هزود شوية باراجراف. تمام، شوف الشكل كده ريفرش. تمام، عشان طبعا البوزيشن فخلاص. ممكن بقى تحدد ويتس، يعني انت لو شلنا دي كده وخليناها كده عادي، ممكن بقى تحدد ده ويتس وده ويتس عشان ما يخشوش على بعض. يعني تقول ده ويتس مثلا وليكن 5 على 10% مثلا، ده ويتس الباقي عشان ما يخشوش على بعض. كملها انت مفيش اي مشكلة. او هنعملها وليكن اهو هزود هنا، واجي اقول له ان الاي ده وليكن هقول له ويتس مثلا 20%، والديف اللي انا مسميه بارت كله انا عايز الويتس بتاعه، ديف البارت ده انا عايز الويتس بتاعه 80%، الباقي يعني من الكل ال جي 4. ريفرش اهو كده، طبعا عشان دخل على بعض عشان الويتس 80، عشان طبعا في مارجن انا عامله اللي هو فين، اللي هو هنشوفه فوق اهو. المارجن ده لو شلته هيجي جنب بعض كده بالظبط، وده المطلوب.
تمام جدا. هاجي ازود الباراجراف، بس هقول له اول حاجه الكالر بتاعك، هاجي هنا بعد ال H2 اقول الباراجراف الكالر بتاعك 777 و888 تمام، وابعد شويه عن مارجن توب 5% مثلا، وهعمل ريفرش تمام. هنكبر شويه الفونت سايز بتاعي، الفونت سايز وليكن 19 بيكسل، وهعمل ريفرش تمام. هاخد الباراجراف ده احطه في كله، هنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام تمام، وهاجي اعمل ريفرش اوكي. ممكن نغير الخط مثلا، نخليه ابيض، نخليه اي لون زي ما انت عايز، احنا عملنا الفكرة بتاعتنا ايه. ممكن برضو نقلل اللون اللي هو ده اللي نسبكت كده، عايز اللون ده اخف شوية، اخف شوية من الابيض هنا اهو. تمام اف بي اف بي اف بي تمام خلاص. هاجي هنا كده اكتب اقول له اف بي اف بي اف بي، وفين الكلر اللي هنا، الباك جراوند اللي هي خاصه بالتشوز، اقول له الباك جراوند اف بي اف بي اف بي، وهاجي اعمل ريفرش تمام جدا جدا. ممكن تكبر بقى الهاي زي ما انت عايز، دي كانت الفكرة بتاعتنا. ولو صغرت كله تمام جدا اهو، كله مظبوط طالما انت محدد ويتس وهاي، كل حاجة شغالة معاك تمام. اتمنى يكون الفيديو واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا.